موضوع الثانوية العامة موضوع مهم جدا. الثانوية العامة القديمة انتهت بآخر امتحان تم المرة اللي فاتت. الثانوية الجديدة فيها حاجتين مهمين جدا. النقطة الأساسية هنا الامتحان ده هيكون إلكتروني والتصحيح إلكتروني بالكامل، مفيش كتابة على التابلت في الامتحان بتاع 2021. الأسئلة كلها هتكون MCQs أو متعددة الاختيارات أو صح وغلط، يعني الطالب وهو طالع من الامتحان هيكون عارف النتيجة، مفيش عنصر بشري خالص لا في وضع ولا توزيع ولا تصحيح الامتحان. الأسئلة الجديدة مش جديدة قوي لأن الولاد دول طالعين من أولى وتانية ثانوي وما شافوا الأسئلة دي كتير. الأسئلة اللي بتقيس مستويات الفهم كتير. يعني ايه اربع نماذج مختلفة؟ طبعا احنا في مصر بنردد بقالنا سنين اصل تكافؤ الفرص تكافؤ الفرص تكافؤ الفرص بتاع الامتحان الاوحد. تكافؤ الفرص مش معناه امتحان اوحد، وهذا الاختراع اختراع مصري صميم لا علاقة له باي امتحان في العالم. امتحانات في العالم زي السات والاي سي تي والجي ار اي والتويفل وكله نماذج متساوية الصعوبة مش موحدة في الأسئلة. وحتى على فكرة النماذج المتساوية الصعوبة بيتم تسريبها زي ما بيتسرب السات، مظبوط؟ لا، احنا هنعمل امتحان مش هيتسرب ومش هيتغش. متساوي الصعوبة يعني ايه؟ يعني احنا عندنا ما يسمى بنوك الأسئلة. فمثلا ناخد علم زي الفيزياء مثلا، علم الفيزياء فيه نواتج تعلم، لكل ناتج تعلم في حصالة فيها أسئلة بنسميها بنك أسئلة. الحصالة دي كمان الأسئلة متوزعة بمستوى صعوبة، نقول إيه الأسئلة دي ده مستوى 1-2-5 مثلا لناتج التعلم ده. الفورمة اللي بيتعمل بيها الامتحان نحن بنقول للكمبيوتر اعمل لي امتحان قيس فيه نواتج التعلم دي ودي ودي، الناتج الفلاني هات لي سؤالين مستوى صعوبة 2 مع مستوى صعوبة 5، وهات لي من الحصالة التانية سؤال مستوى صعوبة 3 مع مستوى صعوبة 1. يوم الكمبيوتر يفصل امتحان نفس المسطرة هنفصل بها اربع امتحانات، مش هيطلعوا نفس السؤال بس هيطلع نفس المسطرة، المسطرة بتاع توحيد الصعوبة. الامتحان مثلا فيه 30 سؤال، الأسئلة دي هتتفنط والإجابات المتعددة هتتفنط، وبالتالي مفيش اتنين قاعدين جنب بعض عندهم نفس الورقة أو نفس الامتحان. فموضوع التسريب والغش اللي أذى مصداقية الامتحان قبل كده هينتهي تماما. التصحيح هيتعمل أوتوماتيك على الكمبيوتر زي ما الامتحان اتعمل أوتوماتيك. فالسؤال المتكرر هنمشي على النظام القديم والجديد، مفيش نظام قديم في ده، نظام الأسئلة الجديدة سواء بقى على تابلت أو على ورقي إنما نظام الأسئلة الجديدة. طيب الحاجة الجديدة اللي ما كانتش موجودة في النظام المصري هي إنه الثانوية العامة كانت حياة أو موت لأنها فرصة واحدة، إحنا مش هنخليها فرصة واحدة. في امتحان اسمه الثانوية العامة في يونيو، نعتبره كده زي السات محاولة، هتدخل حضرتك هتمتحن في 7-8 مواد تاخد النمر، لو في نمرتين أقل مما تحب يعني وعاوز أدخل طب بس ما جبتش كويس في الكيمياء أو ممكن نخش تاني في أغسطس نحسن للمادة دي، ممكن يخش كل المواد لو عاوز وهناخد النمرة الأعلى. فبالتالي دي حاجة ما كانتش موجودة خالص. ما تبقاش الثانوية العامة حياة وموت، المجتهد يدخل الجامعة.